ياجو كيف جان؟ لا تشربها، يمكن فيها سم يبون يموت. المشكلة ما حتى اللي حط السم ما هو اللي سام ولا طلع. يمكن حاط سم لنا. إلا أقول ما إذا في طلع وجهك كان موجود. إذا إنه سم معترف. إذا هو موجود. قلت راح. ليه ترسلنا القهوة ويوم طقينا الكود الريد بول؟ موجود معي كان ثلاثة شرب. أنا ما بعد شربت باسم حكي. لا اشربها. يا رب قلبك كاتب على كاس بهاد. والله كاتب بهاد. الله يجرب يوفقك. طيب فرضا قالوا وشربه ما شربه بهاجس. هلا لو افترضنا انك تبي تسممني هل يعذر الكلام ذا؟ من اللي وده ان بهاجي موت؟ من هو؟ جانم اسمه كتبته بدمي جانم. منكم استاذ هذا شو؟ بهاجي نتفق مايك ذاك اليوم اللي وقت صار اليوم وقت. بهاجي نتفق مايك ذاك اليوم اللي وقت الصراحة اليوم مكتب. والله ما أدري إيش تقولين يا ما فهمت. يلا حي حباني وش علومك صراحة؟ أساكم طيبين. الله أكبر أشدنا في وقتك. وش نوم؟ قهوة. اسمع بسرون هاك هوا سادة. ترى ستاربكس فاشل في القهوة حق حليب. علي حرامي صادق حليب نقول تراني ذوي أنا القهوة. خلاص ابتدى الشيق للروضة. كم الباند لحسابك؟ ابكر هنا بذ الحين 10 دقائق وببذ ولا يجي كم بث انا خمثري راقدين شبالي النوم ومرر مساء ايش يد الطلب زينه والله تقول ما يسوون قهوة واللي عادينا يا ويلو من الله حسبي الله عليك رايد شو اسمه؟ رقد شاب عن نوم يلعب المروقة صبروا مدري ايش عندهم ناس تبص البث الساعة كم؟ انا ببث الظهر ما في هنا علي الحرام لا طاولكم اليوم تبص البث الساعة 6 بعد الصلاة وعدنا 6 حكم متى تبونها انتم اعطوني اللي قاعد يشتغل متى تبونها 6 حكم وإذا صادق بالتسعة ما يحتاج إن تشككين في مصداقيتي كيف تشككين في مصداقيتي وأنت اسم الصيدة؟ الصيدة هذه في كل مكان وزمان نبي ننام بالتلي لا حجر خلص بيزة الظهر دامك صام ليه يا غجمان سلامات لا وش ستة إذا فتح الحظ شلاك تبدأ ما في شير هنا يا ها ذلحين ما في شير فيس بيس افتابت الصراحة انا ما عندي مشكلة انا ازين تغريدة كل دايم وانا ادخل عليها كل دايم وانا ادخل واستمتع جدا استمتع بالهرج معكم فيها استلب صراحه ويعني بعلمكم دقيقه خليكم يا احباني اللي هي التغريده مره من المرات غردت انا تغريده اقول فيها وينها خليكم يا احباني اصبروا ايوه غردت تغريده اقول وش ممكن تكون تساؤلات الليله اقسم بالله يا ريجيل اللي قرابه الثلاث ايام اني ادخل اتكي على ذا التغريده يمكن ساعه ساعتين اقرا هروجكم يا اخي الله يخرب بيوتكم يا اخي في وحده بذكرها في السبيس رجل ان الجميع يذكرها بدعوه تقول اسمها الأثير تقول التساؤل هذا يمر علي كل ما تذكر أمي الله يغفر لها ويرحمها وألقيت عليك السلام بكل صمت فكيف حالك يا كل حال الله المستعان الله المستعان والله العظيم يا أخوان
اني تاثرت يعني صراحه من الكلمه هذه بشكل ما تتصورونه، والله العظيم انها بشكل ما تتصورونه. انا اتمنى انكم تدعون لامها. الله يرحمه. اي والله والقيت عليك السنه بكل صمت، فكيف حالك يا كل الحال؟ كيف حالك يا كل الحال؟ يا اخي صراحه اي والله ناس مبدعين. مناحي ابن جلعود يقول ماذا لو عاد بنا الزمان الماضي. يعني اتوقع ما في مثل تغريده صباره ايضا كتبت تغريده حلوه تقول كيف لي انا اغفر لمن جعلني اشعر من فرط هديه انني غير مقبول لدى الحياه. حلوه حلوه مبدعين والله مبدعين. في بعد تساؤل سفر الدغيل بيكتب تهراء تقول كيف خليتني عقب الجماعه وحيد. ما الذي يسعدك اليوم؟ ايضا في واحد اسمها رشا تساؤلها عجبني، كيف لنا أن نجازي من أكرمنا بعظيم الوفاء. فوالله أنا مبدعين والله مبدعين. كانت يعني الشيء اللي أفضل تغريدة رتبها في حسابي لحد الآن هذه التساؤل هذا عجبني. أبك تعال التاق حنا نقرأ قبل ننام نقرأ قزية تعال التاق فاجي نحبك من نجران وأنا أحب نجران. فكان يعني كان حلو تسألت يا أخي تستوقف لازم تقرأ فعلا. يو كيف تخطر الشخص الأثير. أنا أشوف الأثير فازت والله فازت. الله يرحم آمين آمين. اسمه أثير. إيه أثرت عليه صراحة اسمه جدا. فما شاء الله تبارك الرحمن فيه ناس عندي أيضا مبدعين يا أخي. فيه الشخص اللي كلمني في دقيقة أنا بقول لكم حاجة، في ناس عندنا يستحقون صراحة الدعم اللي يكتبون ويسوون منتجات وكذا، فأتمنى أننا ندعمهم كله. أي شخص يعني في سبيسنا يستاهل أن ندعمه. طيب دائما أكتب خلاص ودوس السبيس. حرام عليك والله حلو ذنين ما شاء الله يا أمتي وش الخير اللي بينه وبين ربي خلت وهذه ذكرها كلنا ندعي. أي والله سبيس فيها لذين نسمع لذين شخص يدعو لشخص متوفي لا إله إلا الله. وش الموضوع اللي بسي وش رايك تخلي سبيس هسيلة تم وجهوا أنا معكم لتم. بس في بعضهم يستاهل الدعم ذي. إيه نعم في بث هذا رحب بالعرب بارح ويرجع لارح. لنفترض أنها ليلة النسيان إيش تبغى تنسى؟ أوف أوف المنتجات صح تأثر بس أشوف ما في أعمق من الكتابات لأنها تطلع من القلب صوص مشاعر تصلب. نعم الكتابات نعم فيها صبارة تكتب. مرة شفت لي مقال فيه مونتاج وكذا والله العظيم انها عجبني جدا. طلعت ترخيص الإعلامي ولا باقي؟ لا والله بشرك طلعتها. فيه كلام شفته كاتبة صبارة والله صراحة انها مبدعة مبدعة جدا. حصلت مرة وأنا أتمشى كذا حصلت الكلام أعجبني الكلام بحثت عن الاسم لين رحت أنا تابعته. أقسم بالله مبدعة مرة
طيب راح سلوى اقرأ لهم ملاحظات. سدي حلقك الله يحييك. طيب الله يرحم. ايه كلمني الواوي، كلمني قال يا بهاج فيها شو اسمه، فيها وحده تتابعك، ما ادري اختها تتابعك، ما ادري شو السالفه في العنايه المركزه، ما ادري ورعه، ما ادري. المهم ان الواوي يسولف عليك، كنت مشغول جدا جدا مشغول. قلت ابو محمد بعدين بكلمك اقول انا ما ادري الواوي. المهم يا حباني يمكن جلسنا يومين بكثير على فريق الدعم، يا ولد مشغلني، يدق علي ويرسل لي، يدق علي ويرسل لي، يدق علي ويرسل لي. في رديت قلت هلا والله كلو ميدي، خليني اقرا لكم رسالته. ايه بعد شوف اذا يمديك تسجل فويس ونرسله. سحبت يا بجيح ما رديت، اشهد اني بجيح، اشهد ما ادري اني ما رديت، احسب اني رديت، اقسم بالله. ها اي شفته حمار ما رديت انا ولا سجلت فويس، اشهد بالله اني ما ابو، والله اني اسف. اشهد بالله اني اسف، جعل ربي يشفي هذا اليوم، نسيت بريحة لي بريئة. اشهد بالله اني نسيت، انا اعتذر. حمار يرى يجي اقول السالفه واستدرك اني ما سجلت الصوت، ادخل على المحادثه اني ما سجلت الصوت. سوي حبك الكويت، والله سوي حبي الكويت حب كبير والله. واوي قمت وضع عشان صلي. طفدا انت تنسى جدا جدا، عز الله اني انسى، عز الله اني انسى يا ريجي. فيني هاي تعرف سرد، اي سرد اني اسرد لك سالفه. بهاج ما اخفيك دائما انثر شعر الاضافه منك، لان حلم من احلامي دائما دائما ينزل نهايه. لا انت بالغت الله يخليك لي، انت بالغت حل. لا يا اخي مو اني اضيفه، اني اضيفه احس انه بالغ شوي، اعطاني فوق حقي صح؟ تحس انها رفع بي، والله انك رفعت بي يا اخي. ها أتوقع أنك وصلت المرحلة تحس بنفسك رديت. إيه فعلا أنا وصلت المرحلة، وأنا صغير كنت أحس نفسي إني لو كبرت بصير صبرنا رب المصحف يا اخوان ورب المصحف. يوم كنت في المتوسط انا كنت اقول انا شكلي لا كبرت عندي قوه خارقه، في ذمتي ذمه حق عمالكم دين علي مع اذان فجره. ها كذا ما هو رغيد، شكرا يا رغيد والله على كلامك، والله شكرا. تصدقون بتصير قطع علاقات والسبب مايك لكم، ان مايك لكم ان تتخيلوا يا حبان. صبر ما نجي هاي الشوره متعبه ولا حلوه، والله انا ساحب الشوره اذا علمت بالصدق. انا بهاجئ
نفسي الاولي مع الاسم مجتمعها شوي صعب. كيف شفت مراكز جنتر اليوم؟ والله يستاهل، وان كلهم يستاهل صراحة، ولا حد ان شاء الله خسر، الجميع فايز. احسك مو مثل حماسك في بداية الشهرة، تقل طفيت. اصلا ما عندي حماس، انا اصور ما اواجه الشيء اللي اواجهه اصوره. الله أكبر على اللي سمح لي يفرق حالي يفرق. اشتقت لحياتك قبل شو ايه نشهد حب سباني ولي في الروح، انا ما اقدر انساه، انا ما اقدر انساه. الله. طيب تبعت ايه باذن الله بتبعت. بس هذا خطأ، لازم يكون عندك خطة وهدف. الخطة والهدف ما اختلفنا منها، ولكن أنا رجل أحب على بالي. يجي ترى أنا أقرأ لي رسائل، أقرأ لي رسائل ترى الحرامني يضيق منها يا ريجي، اقسم بالله. اقرا لي واحد بهاج فيه، بهاج يقول من كثر مدح لي، اقسم بالله اني ودي ابسي. اقابل لي ناس يا ريجي ولع عمره 11 سنه يطمر علي تلوف رقبتي، اقسم بالله يا ريجي ما يبسهل. وبعدين ها أه؟ اسالك بالله اقسم بالله قبل ما اجيك انت اي والله يا ولد علي حرام، يجيني ورع عمره 11 سنه شو اسمه يقول ما كان يقول لي كلام والله العظيم يا ريدي مروس مروس يجيني يورعني تلوى على رقبتي، ولا بنيت عمرها 10 سنوات تلوى على رقبتي. يا ولد على حرام انها ضيقه، باقي بس يوم ينتهي. يا عيال شاركوا في حق الدراهم ذا الربع، واللي يشارك يحط شو اسمه سلطان الشيباني، خلوه بمشي بيستفيد. فاج انت انسان غريب اطوال جدا. نعم اكيد اني غريب اطوال لاني نادر. ارحب يا ابو محمد ارحب. فهاج متى بنشوفك في ديوانيات احمد؟ يعقوب يخسر. انا اطلب احمد 7000 ريال ما اعطاني اياها، يعطيني دراهمي عشان اروح له ياخذ دراهمي يروح يفتح له محل، ولا اعطاني حقي ليه؟ وبروح عشان من؟ بروح عشانكم. يا الله ما راح يحضر، ماني برايح لين يجيب فلوسي ياخذ دراهمي يروح يفتح بها محل، ولما الورع ولا هات الفلوس اللي عليكم سدد الريجين. حنا ورانا بسم الله الرحمن الرحيم. ها اختر بها المحل والله نظنها حقها. طيب الان بنستقبل معنا واحد يطلع قست. الجميع يطلب وبناخذ لنا
اللي يقدر يطلع قست يطلع، بناخذ بنسوي طبعا فيه اثنين مستحيل اطلعهم لانها نكبه، اللي هي غشمال ما هي بطالعه تهابه ما تظهر، هذه نكبه. وفيه صباره لانها قبيل انا بطلع ما في، فالاثنين دول لا تطلبون صباره وغشمال ما تطالعين الله يحييكم. الباقيين رونا ما في، اللي ترسلين تسلب في التيك توك ما في، قلبي وجهز صيته كذا ما لي خلق اطلعك. خلاص الاربعه دول ما في، الباقيين اطلب. طيب تم دعم خالنا، والله ودي اطلعك يا دعم خالي بس يا اخي اصبر خلني اشوف. طيب بسم الله، كم واحد طالب؟ 65 شخص. طيب بنطلع، بنبدأ الآن، نبدأ الآن نطلع واحد. أجميل أهجام يا ساكن. شبار. طيب دقيقة يا ترى والله نعلق، اقسم بالله نعلق دقيقة. اشهد انك تستاهل يا كاف انك تطلع صراحة. الحين عم بلي اسم كل مهمة عشانكم تخانقتوا ما في، قست ما في، يلا كذا ماني بحط عشان كذا تلغى المسابقة. وأنا بحطي ما في سروها. ترى ده رجلي خالص التناقض. محامي ازواج والله تستاهل انك تضرب صراحة. طيب اسمعوا بصلي واجيكم خلاص. يلا عاد وانت تصلي ادعو ربك يخلصك من الانفصام الشخصي اللي عندك. لا لا يا سيتا، انا وانا ساجد بدعي انه يجيك بان في التيك توك في التويتر ولا تجينا في السبيس، هذا يعني هذا الدعاء المناسب صراحه. لا بان في الحياه لا يا اخي، بس بان من البرامج ما تجينا. يلا عد بصلي واجيكم خلاص يا حباني. تمام تمام يلا مع السلامه. كل دار النار ساعات ولا سناويات. ناصر بيشحن عشان لبثت انت الشاحن. سيتي اللي سوا في عزتي